الله يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله راح نبلش الآن بحصة تأسيس رقم 3. وصلنا لعند اقتران القيمة المطلقة. القيمة المطلقة يجب أن نعيد تعريفها. طيب خلينا نأخذ صفحة جديدة ونقول لك كيف نعيد تعريف القيمة المطلقة أحسن لك من المكتوب عندنا. أعد تعريف كل من الاقترانات الآتية. طيب قلنا لك F X. طبعا المطلق احنا حكينا عنه هو عبارة عن اقتران متشعب. أول خطوة مشان أعيد تعريف القيمة المطلقة نساوي ما داخل المطلق بالصفر. بدي أقول له x ناقص 2 يساوي صفر. إذا x يساوي 2 على خط الأعداد. خذ قيمة أكبر من 2 3. عوض 3 ناقص 2 1. تحط لي 1. أنا بقول لك خذ قيمة عشان تعرف الإشارة فوق 2. شو الإشارة للمطلق؟ طلعت موجبة. خذ قيمة أقل من 2 صفر. صفر ناقص 2 سالب 2 طلعت سالبة. طيب الموجب يبقى الاقتران ما داخل المطلق كما هو، والسالب نغير إشارة ما داخل المطلق، يعني صار سالب x زائد 2 يعني 2 ناقص x، فصارت f x تساوي 2 ناقص x إذا كانت x أقل من 2، و x ناقص 2 إذا كانت x أكبر من 2. طيب المساواة للاثنين وين ما بدي بحطها؟ فوق ولا تحت؟ طب ليش؟ عوض عن صفر، عوض تحت صفر. طيب استاذ المطلق دائما لازم الجواب يطلع معي موجب، وهون لازم يطلع معك موجب. خذ اي قيمه، لو قال لك بدي اف العشره. العشره اكبر من 2، 10 ناقص 2 قديش؟ 8، هيها موجبه. طب خذ لو قلنا لك بدنا اف السالب 10، السالب 10 اقل من 2 نعوضها هون. 2 ناقص الناقص 10 شو صارت؟ صارت 12. اذا سواء عوضت بالمطلق او بالمتشعب نفس الجواب. نفس ايش الجواب؟ طبعا رسمه المطلق هو حرف في، حرف ايش؟ في. بتيجي تساوي لي هاي بالصفر اللي هي 2، فالان بيطلع معنا بالطريقه هاي. هاي بتكون اكس ناقص 2، هاي 2 ناقص اكس. الان اللي هي 2 ناقص اكس على اليسار، واكس زائد 2، واكس ناقص 2 عفوا على اليمين. اذا هذا تعريف اعاده تعريف المطلق، نساوي ما داخل المطلق بايش؟ بالصفر. طيب لو اجيناك اعطيناك مثال ثاني، لو قلنا لك اف الاكس x تربيع ناقص x، ساوي لي اياه بالصفر. بتقول له x تربيع ناقص x يساوي صفر. خذ الاكس عامل مشترك، بضل x ناقص 1 يساوي صفر مباشره، اما x صفر او 1، صفر وايش؟ وواحد. لان معامل x تربيع موجب، الاطراف موجب بالنص ايش؟ سالب. اذا هون راح يكون عندك x تربيع ناقص x، وايضا هنا x تربيع ناقص x يبقى الاقتران كما هو في الفتره الموجبه، لكن سالب بضرب هذا في سالب بصير x ناقص x تربيع. فالان صار عندي هون، صار عندي هون اذا انا بدي احوله للمتشعب صار عباره عن x اقل من صفر، وهون عندي من صفر للواحد، وعندي اكس اكبر من واحد. طبعا اكس هي بتعبر لك عن القيم التي تقع تحت الصفر. اللي اقل من صفر اللي هي اكس تربيع ناقص اكس، بين صفر والواحد اللي هي اكس ناقص ايش؟ اكس تربيع، وايضا اكبر من صفر اللي هي اكس تربيع ناقص ايش؟ ناقص اكس. اذا ها هو ايش اعدنا تعريف. بالنسبه للمساواه للصفر وين ما بدي بحطه، بالنسبه للمساواه للواحد وين ما بدي ايضا ايش بحطه. اذا هذا هو التعريف، اعاده تعريف القيم المطلقه، نساوي ما داخله بالصفر ونكمل. بنيجي الان، هذا كلياته حكي، بنيجي لهون قال لك اعد تعريف القيمه المطلقه، تساوي اللي جوا بالصفر، بتطلع اكس قديش؟ صفر. هون موجب هون سالب، اذا هاي اكس وهاي سالب اكس. انا هيك اعد التعريف. لكن اذا انت بدك تعمل لي اياها متشعب، بتقول له هون السالب اكس وهنا اكس، اكس اقل من صفر واكس اكبر من مين؟ من صفر. المساواه ما بدي بحطها. بالنسبه لرسمته قلنا لك حرف ايش؟ بي. خلصنا. هون اعد تعريفها، تسوي لي اياها بالصفر، بتطلع اكس قديش؟ بتطلع اكس معاي 2، بتطلع اكس معاي 2، بقول له 4 ناقص 2 اكس تساوي صفر، اذا اكس مباشره 2. حط لي 2 على خط الاعداد. خذ رقم اكبر من 2 مثلا 3، 4 ناقص 6 هون سالب، هنا موجب. السالب بضربه في سالب، صار 2 اكس ناقص 4، الموجب يبقى كما هو 4 ناقص ايش؟ 2 اكس. هنا صفر وهون ايضا ايش؟ 4. فالان مشان اعيد تعريفه بده يصير عندنا الان 4 ناقص 2 اكس
اللي هي صفر أقل من x أقل من 2، 2 أقل من x أقل من إيش من 4. طبعا صفر مفتوح ما عندوش مساواة، الأربعة مغلق بحط له مساواة، والاثنين وين ما بدي بحط لها مساواة. من 2 لأربعة اللي هي 2 x ناقص 4. بديك تنتبه إنه الصفر مفتوح ما بحط له إيش مساواة. نيجي الآن لهذا الاقتران. هذا الآن سوي لي بالصفر، بيطلع معانا x تربيع ناقص 2 x يساوي صفر. بتطلع إما x تساوي صفر أو x تساوي لي 2. حط لي على خط الأعداد صفر واثنين، معامل x تربيع قلنا موجب، موجب هنا إيش سالب. إذا هنا بدك تحط هنا السالب 3، وهنا شو راح تحط 5. فصار عندك f x يساوي سالب 3 أقل من x أقل من صفر، صفر أقل من x أقل من 2، 2 أقل من x أقل من إيش 5. سالب 3 و 5 مغلقات نحط لهم مساواة، الصفر بحط له مساواة ما بدي، والاثنين بحط لها مساواة ما بدي، لهم أصفار المطلق، أصفار المطلق وين ما بدي بحط مساواة. من سالب 3 لصفر قاعد الموجب، يعني يبقى الاقتران كما هو x تربيع ناقص 2 x. من صفر ل 2 قاعد السالب، بضرب الاقتران في سالب، ومن 2 ل 5 القاعد الموجب، يعني 2 x تربيع ناقص إيش 2 x. لو جينا الآن على فرع 4 تساوي ما بداخل المطلق بالصفر، مش تروح تدخل الاكس، تدخل الاكس تساوي هذا بالصفر، بيطلع ايش؟ بيطلع 5. هنا موجب، هنا سالب، هنا اكس ناقص 5، هنا 5 ناقص اكس. طيب بعدين شو بنعمل؟ بعدين هي بتضرب، تضرب هاي ضرب اكس زائد 4، وبتضرب هاي ضرب اكس زائد 4. شو صار عندنا؟ هاي الخمسة x، يعني صارت 5x ناقص x تربيع زائد 4، وهون x تربيع ناقص 5x زائد 4. صار عندي الآن 5x ناقص x تربيع زائد 4 x أقل من 5، وهون x تربيع ناقص 5x زائد 4 x أكبر من 5، لأن x الخمسة هي المساواة، الخمسة هي صفر المطلق، وين ما بدي بحط ايش؟ وين ما بدي بحط مساواة، وين ما بدي ايش؟ بحط مساواة. أساس القيم المطلقة إذا كان الأس الزوجي يلغي المطلق، الأس الزوجي يلغي المطلق، يعني مثلا خلص هاي مباشرة مثلا إكس قوة 4. طب ليش يلغي المطلق؟ لأنه أي عدد أس زوجي موجب، والمطلق، المطلق أنا ليش بستخدم المطلق؟ المطلق عشان المساحات، إذا أنا طلعت المساحة بطريقة التكامل وطلع معي سالب بعطيها قيمة مطلقة، لأنه ممنوع المساحة أو الطوال يكون أو الطول يعني هي الأبعاد تكون سالبة. فالأس الزوجي يلغي المطلق لأنه أي عدد أس زوجي فهو موجب، فالأس الزوجي يلغي المطلق، هذا المقصود فيه. لكن إذا كان فردي لا، الفردي لا يلغي المطلق، الأس الفردي لا يلغي المطلق. القيمة المطلقة لا إكس تكعيب هي نفسها مطلق الإكس الكل تكعيب، مطلق الإكس الكل تكعيب. الآن جذر الإكس تربيع بدك تنتبه، شوف تناسب الفكر، هاي هي نفس هاي، بس هي ليش احنا كان إكس وهي قيمة مطلقة للإكس؟ المقصود فيها مثلا إذا كان عندك إكس تربيع يساوي 4، خذ المطلق، أنا أخذت المطلق، أنا أخذت إيش؟ المطلق، أنا أخذت المطلق، يوم أنا أخذ المطلق بصير هاي، أنا عفوا أنا أخذت الجذر إكس تربيع تساوي 4، خذ الجذر، فبصير هاي قيمة مطلقة للإكس يساوي إيش؟ 2. طب مين المطلقة يساوي 2؟ إما x 2 أو x سالب 2، صار كم قيمة لـ x 2؟ يوم أنا أخذ الجذر، يوم أنا أخذ الجذر للطرفين بحط مطلق، يعني x تربيع تساوي 4، جذر جذر، شكرا شكرا أشكرك، جذر الـ x تربيع تساوي 4، خذ الآن جذر، جذر جذر، صارت قيمة مطلقة للـ x تساوي 2. طب سادش ليش ما حطناش قيمة مطلقة لاثنين؟ وشو قيمة مطلقة لاثنين؟ هي اثنين، فالآن تصير x تساوي موجب سالب اثنين. لكن هاي المقصود فيها لو كان جذر ال x يساوي اثنين ربع الطرفين، ايوه يوم انا اربع ما في مطلق، صارت x تساوي لي 4. اذا اذا كان عندك تربيع واخذت الجذر مطلق، لكن اذا كان جذر وربعت الطرفين ما في مطلق. هذا الميزة بين هاي وهاي، بدك تدير بالك. جذر الإكس تربيع مطلق، المقصود فيه إكس تربيع يساوي عدد، خذ المطلق
خذ الجذر للطرفين بيصير مطلق، لكن جذر يساوي عدد ربع الطرفين ما في مطلق، هذا المقصود فيه. طيب نيجي الآن له، قال لك جد حل المعادلة، مطلق يساوي عدد، شفت الناس أقولك مطلق يساوي عدد إما اللي جوه ستة أو اللي جوه سالب ستة، لأن القيمة المطلقة لستة، قيمة المطلقة للستة ستة، القيمة المطلقة للسالب ستة أيضا ستة، إذا إما 2x ناقص 4 تساوي ستة أو 2x ناقص 4 شو تساوي لي؟ سالب 6 زائد 4 زائد 4 وهون أيضا زائد 4 زائد 4 بتروح هاي محاي، صار 2x يساوي 10 على 2 على 2 ومنه x يساوي لي 5. طيب هون تروح هاي محاي، صارت 2x تساوي سالب 2، إذا x تساوي لي سالب 1 على 2 على 2. طيب تأكد، حط لي بدل x 5، 2 في 5 10 ناقص 4 6 قيمة مطلقة لي 6، حط سالب 1، 2 في سالب 1 سالب 2 ناقص 4 سالب 6 قيمة مطلقة له أيضا 6. طيب قال لك الآن قيمة مطلقة تساوي 2 ناقص x، فرع 2 نفس الطريقة شباب، خلي لي هواجب بحلك فرع 3، مطلق يساوي مطلق، مطلق يساوي مطلق، إما 2x زائد 4 تساوي هاي، إما 2x زائد 4 تساوي 3x زائد 1، أو 2x زائد 4 تساوي عكسة اللي هي سالب 3x ناقص 1. طيب شفت انا صرفك هسه بيجي طالب فلسفه شو بقول لك، سال اما هاي تساوي هاي او هاي عكس هاي، طيب ليش ما قلناش هاي عكس هاي؟ طيب مي هاي تساوي عكس هاي، هنا في السالب هاي تساوي عكس هاي، انا لما يكون عندي معادله بالطريقه هاي بقدر اضرب المعادله بالسالب، صار 3x زائد 1 تساوي سالب 2x ناقص 4. مناسة قبل شوي المعادلات اللي كنا نحل فيها كنت أضرب مرة بإكس مرة أضرب باثنين عشان أخلص من الكسر، مرة أضرب بثلاثة إذا كان المقام ثلاث، وهون نفس الشيء اضرب هذه سالب صارت هاي تساوي عكس هاي. فيوم اقول لك الطرف الايمن الطرف الايسر يساوي معكوس الطرف الايمن، كاني بقول لك الطرف الايمن يساوي معكوس الطرف الايسر. هون طبعا بقول ودي الناقص 3x ودي ال4 نجيب 3x لهون، صارت معادله خطيه 2x ناقص 3x تساوي 1 ناقص 4 سالب x تساوي سالب 3 اقسم على سالب ومنه x قديش 3، وهون جيب لي هاي لهون ودي هاي لهون، صار 2x زائد 3x يساوي 4 زائد 1، صار عندك 5x يساوي 5 على 5 على 5 بتطلع x قديش 1. هنا نقول هاي لهون هاي سالب 1 مع سالب 4 سالب 5 بتطلع x ايش؟ سالب 1 عفوا، لأنه لما قلنا الأربعة صارت سالب 4 سالب 1، فصارت هاي سالب 5 على 5 على 5 بتطلع ايش؟ سالب 1 سالب 1، وايضا اكس قديش تساوي لي؟ 3. عوض الثلاث، 2 في 3 6 زائد 4 10، 3 في 3 9 زائد 1 10، وعوض السالب 1 هو طبعا اكس تساوي سالب 1 اكس شو تساوي لي؟ سالب 1. نيجي الآن أيوة الاقترانات الدائرية، الاقترانات الدائرية بدك تدير بالك عليها، هاي أكثر إشي إحنا عندنا إيش مهمة راح نشرحها بشكل سريع، لأنه بالأول ثانوي بتوقع أنتم ماخذين بشكل كافي من هاي، لكن للتذكير نعطيكم جزء منها. الاقترانات الدائرية اللي هي المثلثية الصاين المقابل الوتر، طبعا هذا الحكي اذا كان عندك مثلث قائم بالزاويه هاي ثيتا، هذا المقابل هذا المجاور لثيتا هذا الوتر، هذا مين؟ الوتر، هذا فقط في المثلث القائم بالزاويه، الكوساين المجاور على الوتر، التان المقابل على المجاور او الساين على الكوساين، السيكنت هو مقلوب الكوساين، الكوسيكنت هو مقلوب الساين، الكوتان هو واحد على تان هو مقلوب التان. اذا انا عندي ست اقتران دائرية، ساين كوساين تان سيكنت كوسيكنت وأيضا كوتان، ساين المقابل على الوتر، كوساين المجاور على الوتر، هذا حكي إذا كان عندي مثلث قائم الزاوية، تان التان هو ساين على كوساين، إذا التان متطابقة هي تعتبر، التان هو ساين على كوساين، السيكنت هو مقلوب الكوساين وأيضا الكوساين ترى مقلوب السيكنت، يعني هسه مثلا الكوساين هو واحد على سيكنت والسيكنت هو واحد على الكوساين.
الكوسيكنت واحد على ساين، والساين واحد على كوسيكنت، وايضا الكوتان واحد على تان، والتان واحد على ايش؟ على كوتان، يعني نفس الشيء. اذا سيكنت هو واحد على كوساين، وايضا الساين هو واحد على كوسيكنت، لان الكوسيكنت هو واحد على ساين، وايضا الكوتان هو واحد على تان. اذا هذول السته بدك تنتبه اليوم: ساين، كوساين، تان، سيكنت، كوسيكنت، كوتان. ساين مقابل على الوتر، كوساين مجاور على الوتر، تان ساين على كوساين، الكوتان كوساين على ساين لانه مقلوب التان، سيكنت واحد على كوساين، كوسيكنت واحد على ساين. نيجي للنسب المثلثيه. النسب المثلثيه للزوايا الاساسيه، مين هي الزوايا الاساسيه عندنا احنا؟ الزوايا الاساسيه اللي هي عباره عن الباي على 6، الباي على 4، والباي على 3. خلينا نجي هذول الثلاث، هذول الثلاثه هسه مش عندي، هذول هسه بدي احفظك اياهم انا عن طريق الرسمه اللي هي دائره ايش؟ دائره الوحده. يا رجل اطلع، هاي هذول الثلاث انا بهمني، هذول الثلاث هسه. ساين الباي على 6.5، الكوساين جذر 3 على 2، التان ساين على كوساين، اذا بقسم نص على هاي بصير 1 جذر 3. 45 الساين والكوساين نفس الشيء، ليش؟ اي زاويتين مجموعهم 90 فالساين يساوي الكوساين. يعني ساين ال 30 هو نفسه كوساين ال 60، ساين ال 70 هو نفسه مين؟ ساين ال 20، انا مجموعهم قديش؟ 90. 45 ساين 1 جذر 2، الكوساين 1 جذر 2، التان هاي على هاي عدد على نفسه 1. نيجي الان لل 60 اللي هي الباي على 3. الساين هو نفسه مين؟ كوساين مين؟ ال 30 اللي هي جذر 3 على 2. كوساين لل 60 نص اللي هو نفسه ساين مين؟ الباي على 6، والتان هاي على هاي بيعطيني جذر 3. هسه لو طلب السيكنت، شو سيكنت ال 30؟ سيكنت هو مقلوب مين؟ الكوساين 2 على جذر 3. طب لو طلب الكوسيكنت مقلوب الساين 2 على 1، لو طلب الكوتان مقلوب التان جذر 3 على 1. طيب لو طلب الان الكوسيكنت للباي على 4، الكوسيكنت هو مقلوب مين؟ الساين، اذا جذر 2 على 1 يعني جذر 2. لو طلب السيكنت مقلوب الكوساين، سيكنت مقلوب الكوساين ها، والكوسيكنت مقلوب الساين كمان جذر 2. لو طلب الكوتان مقلوب الواحد 1. لو طلب الان السيكنت للباي على 3، السيكنت مقلوب مين؟ الكوساين اللي هي نص اقلبها 2 صارت السيكنت، وايضا الكوسيكنت اقلبها 2 على جذر 3، والكوتان للباي على 3 اللي هي ايش؟ 1 على جذر 3. بالنسبه لل 90 وال 180 وال 270 وال 360 اللي هي الباي على 2 والباي والثلاثه باي على 2 والاثنين باي، بنحفظهم هذول عن طريق دائره الوحده، عن طريق دائره الوحده. شلون دائرة الوحدة؟ خلينا نفتح صفحة جديدة وأقول لك الآن هاي دائرة الوحدة. هاي النقطة اللي هي 1 و0، شو هون الزاوية؟ يا 0 يا 2 باي. هاي هون كوساين وساين، معناته الكوساين للصفر 1 والكوساين لاثنين باي 1، معناته مباشرة كوساين الصفر 1 وكوساين لاثنين باي أيضا قديش؟ 1. والساين هون صفر، الساين الصفر 0 والساين لاثنين باي أيضا قديش؟ 0. هاي النقطة شو راح تكون؟ 0 x y 1. طب شو الزاوية هون؟ باي على 2 اللي هي 90، هاي كوساين وهاي ساين، معناته الساين الصفر، ساين عفوا الباي على 2 1، كوساين الباي على 2 0. هاي النقطة اللي هي عبارة عن -1 و0، هاي شو هون الزاوية؟ باي. إذا كوساين لو قال لك بدي كوساين الباي بتقول له قديش؟ -1. لو قال لك بدي كوساين الصفر كوساين عفوا الباي 0. إذا أداة الوحدة الساين هون 0 والكوساين هون 0. طيب هاي باي على 2 0، باي على 2 باي، هاي ايش هاي؟ هاي 3 باي
اثنين. طب شو النقطة هاي؟ هاي النقطة صفر وسالب واحد، يعني تكو ساين الثلاثة باع اثنين صفر، ساين الثلاثة باع اثنين قديش؟ سالب واحد. يعني دائرة الوحدة حبيبي لازم تحفظها من الطريقة هاي، هنا صفر، هنا باع اثنين، هنا باع، هنا ثلاثة باع اثنين اللي هي 270، وأيضا هون إيش؟ اثنين باع. هون طبعا لازم تعرف إنه هاي راح تكون واحد وصفر، الكوساين لهذول واحد والساين لهذول صفر. هون صفر واحد، الكوساين للباع اثنين صفر والساين للباع اثنين واحد. هاي النقطة اللي هي سالب واحد وصفر، الكوساين للباع اللي هو عبارة عن سالب واحد والساين صفر، وهاي النقطة اللي هي عبارة عن صفر وسالب واحد، الكوساين للثلاثة باع اثنين صفر والساين للثلاثة باع اثنين واحد. إذا الكوساين على محور إكس واحد وسالب واحد، والساين دائما على محور إكس صفر، لكن الكوساين على محور واي صفر. إذا الساين على محور إكس صفر، الساين هيك صفر. طب لو جينا للتان، التان هو ساين على كوساين، التان لها ظل صفر على واحد صفر، التان لهاي واحد على صفر قيمة غير معروفة. طب ليش قيمة غير معروفة؟ التان هو الميل، تان الزاوية ميل، هذا المستقيم عمودي على محور إكس، فتان التسعين هو إيش؟ قيمة غير معروفة. تان التسعين قيمة غير معروفة، الميل هنا غير معروفة لأنه عمودي. فالآن لما بصير واحد سالب واحد على صفر ما بزبطش، إذا تان الباي اثنين اللي هي واحد على صفر قيمة غير معروفة، تان الباي صفر لأنه سالب واحد، لأنه صفر على سالب واحد صفر، التان هو ساين على كوساين، التان هو ساين على كوساين. نرجع لهو الآن، نجي على دائرة الوحدة، هاي واحد وصفر، شو الزاوية هون احنا قلنا عنها؟ صفر ومين؟ واثنين باي. الواحد هذا هو الكوساين، والصفر هذا هو مين؟ هو الساين. كوساين الصفر واحد، كوساين الباي اثنين، اثنين باي ايضا واحد. طب لو عملنا اكثر من دورة شو بده يصير؟ اربعة باي، ستة باي، وهكذا. هون صفر واحد، شو الزاوية هون؟ باي على اثنين، معناته هاي الكوساين تاع الباي اثنين وهاي الساين تاع الباي اثنين. التان ساين على كوساين، واحد على صفر قيمة غير معروفة، اذا تان الباي اثنين قيمة غير معروفة، تان الصفر صفر على واحد صفر. ايضا هنا شو الزاوية هون؟ هنا باي، هاي حبيبي اللي هي عبارة عن ساين اللي هو الصفر ها، والسالب واحد هو الكوساين. هاي عبارة عن كوساين، وهاي مين؟ وهاي ايضا الساين، ايضا هون ثلاثة باي على اثنين، ايضا هون ثلاثة باي على اثنين. هاي مين؟ هاي حبيبي الكوساين، وهاي مين؟ الساين، والتان ساين على كوساين. يعني لو طلب تان ثلاثة باي على اثنين بتقول له سالب واحد على صفر قيمة غير معروفة، لو طلب ساين الثلاثة باي على اثنين هيو سالب واحد، كوساين الثلاثة باي على اثنين هيو الصفر، هيو مين؟ الصفر. طيب قبل ما ابلش بحل المعادلات، قبل ما نبلش بحل المعادلات خلينا نيجي لشيء ركز معي فيه. انا عندي 4 4، احنا قلنا الاكس هو مين؟ هو الكوساين، والواي هو مين؟ هو الساين. لانه هاي النقطه يوم كانت، هاي النقطه يوم كانت انا عندي واحد وصفر كنت اقول لك هاي كوساين واي ساين. طب هون الاكس موجب، هون الاكس اكبر من صفر والواي اكبر من صفر، معناته الساين موجب والكوساين موجب. اذا هذول الاثنين موجبات معناته كل النسب المثلثيه موجبات، اذا في الربع الاول، في الربع الاول الكل موجب، الكل ايش؟ موجب. طبعا هاي صفر، هاي ايش هون؟ باي اثنين، إذا من صفر لباي اثنين كل النسب المثلثية شو مالها؟ موجبة، الساين كوساين سيكنت كوسيكنت وغيره. نيجي الآن على الربع الثاني، الربع الثاني الإكس ماله؟ الإكس أقل من صفر، الواي ماله أكبر من صفر، معناته
مين الموجب هون؟ هون الموجب بس الساين. طيب إذا كان الساين هو الموجب، مين كمان موجب؟ مين مقلوبه؟ الكوسيكنت. إذن الساين والكوسيكنت موجبات. إذن بالربع الأول كلهم موجبات، بالربع الثاني الساين ومقلوب اللي هو الكوسيكنت. طيب بالربع الثالث هذا السالب وهذا سالب، x أقل من صفر وy أقل من صفر، يعني الساين سالب والكوساين سالب. إذن مين موجب؟ التان. ليش التان؟ لأنه التان هو الساين على كوساين وموجب سالب على سالب بيطلع موجب. إذن هنا التان أكبر من صفر والكوتان أيضا أكبر من صفر. بنيجي الآن على الربع الرابع، الربع الرابع راح يكون عندك الإكس أكبر من صفر والواي أقل. إذن هون بالربع الرابع الكوساين هو الموجب، ومين أيضا؟ والسيكنت، وأيضا إيش هو مقلوبه؟ السيكنت. إذن أنا الآن بستنتج عندي هون إنه الآن عندي أربع أربع، هون الكل موجب، هون الكل إيش؟ موجب في الربع الأول اللي هي من صفر لا باي أثنين، من باي أثنين لباي الموجب عندي أنا الساين، وأيضا الكوسيكنت ساين إكس والكوسيكنت إكس. هون راح يكون عندك تان للإكس والكوتان للإكس موجب اللي هي هون ثلاثة باي أثنين اللي هي الربع الثالث، والربع الرابع اللي هي من ثلاثة باي أثنين لاثنين باي راح يكون له الكوساين موجب، وأيضا السيكنت إيش ماله؟ موجب. إذن الربع الأول الكل موجب، بالربع الثاني الساين ومقلوبه موجب، بالربع الثالث التان هو الموجب، والربع الرابع اللي هو الكوساين إيش؟ موجب. طيب الآن نيجي للزوايا بالأربع، الزوايا بالأربع كيف الآن نرجع للزاوية المرجعية لهم؟ هسا كل زاوية لها زاوية مرجعية في الربع الثاني والثالث والرابع وهكذا. طيب نيجي الآن الباي على ستة، عندك الباي على أربعة، وعندك الباي على ثلاثة، هذا كليات ربع أول، هذا كليات ويش؟ ربع أول. بدي الزاوية المرجعية لهم في الربع الثاني، كيف بنطلع الزاوية المرجعية في الربع الثاني؟ اطرح من المقام واحد. هسا لا تقول لي 30 و 45 وهذا بطلناها، هسا كليات ويش؟ بالراديان. اطرح من الستة واحد خمسة، معناته هاي بالربع الثاني خمسة باي على ستة، اطرح واحد ثلاثة باي على أربعة، اطرح واحد اثنين باي على ثلاث. إذا لو أجيت أنا وياك قلت لك جد قيمة، بدي ساين الخمسة باي على ستة، أول شيء هاي باي على ستة، هاي باي إيش على ستة؟ لأنه هذا أصغر منه بواحد، إذا ربع ثاني. طيب بكون إذا ربع ثاني مال الساين، الساين موجب، إذا هاي هي نفس ساين الباي على ستة اللي هي نص. طيب لو قلت لك بدي ساين الثلاثة باي على أربعة، الثلاثة باي على أربعة هاي أي ربع؟ ربع ثاني، ربع إيش؟ ثاني. إيه معناته هاي ساين الثلاثة ساين باي على أربعة، طيب مال الساين بالربع الثاني موجب، إذا واحد على جذر الاثنين. طيب لو قلت لك بدي الآن تان اثنين باي على ثلاث، أيوة بتقول لي هاي ستين، الباي على ثلاث ستين، بس بأي ربع حاط؟ بالربع الثاني. ليش؟ لأن المقام أصغر من البسط بواحد، إذا كان المقام أصغر من البسط بواحد عفوا إذا كان البسط أصغر من المقام بواحد إذا هذا ربع ثاني، مال التان بالربع الثاني بتقول لي سالب. طيب شو تان؟ أيوة خلاص هاي الاثنين هاي دلتني على الربع، هاي هذا الرقم اللي هون يدل على إيش؟ على الربع، بس أنا بأخذ من ساين الباي على ستة ساين الباي على أربعة وتان الباي على ثلاث، بس هذا الرقم بدلني على الربع لأنه أصغر من هذا بواحد، إذن هذا ربع إيش؟ ثاني، مال التان بربع الثاني سالب. طيب شو تان الباي على ثلاث؟ تان الباي على ثلاث اللي هو تان ستين جذر الثلاث. طيب أعطيك مثال ثاني عشان للتوضيح، لو قلنا لك بدي كوساين اللي هو أي رقم بدك إياه من هذول اللي هي اثنين باي ثلاثة باي على أربعة. طيب أول إشي لأنه هذا أصغر من المقام بواحد إذن هذا إيش؟ ربع ثاني. طيب ما الكوساين بربع ثاني سالب، خلص بس هذا دلني على الربع انه موجب ولا سالب، خلص شو كوساين باي اربعة؟ واحد على جذر الاثنين، خلص. طيب اذا بالربع الثاني الزاوية المرجعية للباي على ستة خمسة باي على ستة، ثلاثة باي على اربعة، وايضا اثنين باي على ثلاثة. طيب الربع الثالث شو الزاوية المرجعية ليهم في الربع الثالث؟ بالربع الثالث ضيف واحد للمقام، ضيف لستة واحد سبعة باي على ستة، ضيف واحد خمسة باي على أربعة، ضيف واحد شو بده يصير؟ أربعة باي على ثلاثة، يعني ضيف واحد هون ستة زائد واحد سبعة،
4 زائد 1 5. طيب لو طلب مني الآن، لو قال لي جد مثلا، قال لي بدي ساين مثلا 5 باي على 4، هاي الخمسة تدل على انه ربع ايش؟ ثالث. ليش؟ لانه اكبر من الاربعة بواحد. طيب خلاص ربع ثالث، ما للساين بربع ثالث، بقول له سالب. طيب يلا شو ساين باي على 4؟ واحد اجد الاثنين. طيب لو قال لي بدي تان 4 باي على 3، هاي لانها اكبر من هاي بواحد، اذا هذا ثالث، ما للتان موجب. طيب شو تان الباي على 3؟ يعني ولا كان موجود الاربعة. تان الباي على 3 يعني تان 60 جذر 3، خلصت. إذا السبعة والخمسة والأربعة بدلنا على الربع إيش؟ الثالث، لأنه أكبر من هاي بواحد، أكبر من هاي بواحد. طيب لو جينا على الرابع هسه، على الربع الرابع، الرابع أضرب 2 وناقص 1، 6 باثنين 12، ناقص 1 11، معناته 11 باي على إيش؟ على 6، 11 باي على 6. أضرب 2 8 ناقص 1 7 باي على 4، اضرب 2 6 ناقص 1 5 باي على 3. اذا لو قال لك بدي ساين ال 5 باي على 3، هاي اي ربع، هاي رابع. شو عرفك انها رابع؟ لانه ال 5 3 ضرب 2 ناقص 1، 3 ب 2 6 ناقص 1 5. طيب شو مال الساين بالربع الرابع؟ الساين بالربع الرابع سالب. طيب شو ساين 60؟ جذر 3 على 2، خلصنا. هذا هو المقصود بالتحويلات بالأربعة. فلا أبدأ أقول 180 ناقص ثيتا ولا 180 زائد ثيتا ولا غيره. الباي على 6 الزاوية المرجعية لها في ربع الثاني 5 باي على 6، 7 باي على 6 بالربع الثالث، 11 باي على 6. إذا ربع الثاني بس ناقص واحد من المقام وحطه بالبسط، الربع الثالث ضيف واحد للمقام وحطه بالبسط، الربع الرابع اضرب 2 ناقص 1. نرجع الآن على الدرس. يلا جيت كل مما يلي. ال 120 طبعا هو ال 120 لانها ربع ثاني اللي هي 2 ضرب 60، 2 ضرب 60. طيب ربع ثاني كيف ترجعها لربع اول؟ اول شيء الكوساين في الربع الثاني ماله؟ سالب. مع انه ترى بالتوجيه ما بقول لك 120، بس احنا ايش؟ لازم نعمل لك اياها مراجعه للمناهج القديمه. هاي 120 الربع الثاني بدي ارجعها لربع اول. اول شيء مال الكوساين بالربع الثاني سالب. طبعا انت معك آلي حاسبه، يعني هذا حكي بامتحان. كوساين 120 على السريع بيطلع معك سالب نص، يعني اريحك بيطلع معك مباشره سالب نص. لكن بدي اعلمك كيف، لانه كوساين 120 لانه بربع ثاني الكوساين سالب بتحطه سالب. ال 120 الزاويه المرجعيه لها 180 ناقص 120 60، يعني الزاويه المرجعيه لها بتقول له 180 ناقص 120 اللي هي 60، فصارت كوساين 60 بس سالب اللي هي سالب نص. ال 210 ربع ثالث، الربع الثالث شو بتقول له؟ 210 ناقص 180 شو صارت؟ 30. التان بالربع الثالث موجب، يعني هي نفسها التان ال 30 اللي هي قديش تان ال 30؟ هيها اللي هي 1 على جذر 3. طبعا هذا شباب احفظوا لنا اياه، لانه الاله حاسبه بتطلعوا هي، بس احفظوا احتياط لانه صار علي حاسبه بس. هذا 360 ناقص 315 لانه صار 45، الساين هون بيكون سالب، سالب ساين 45 سالب 1 على جذر 2. 240 ربع ثالث بتقول له 240 ناقص 180 اللي هي 60. السيكنت مقلوبين، سيكنت ومقلوبين الكوساين، الكوساين بالربع الثالث سالب، فصارت سالب سيكنت ال 60. قديش الان كوساين ال 60؟ كوساين ال 60 اللي هو عباره عن نص، اقلبه بيطلع معك سالب 2، سالب 2. الان لو قلنا لك حل المعادلات، حل المعادلات عشان تطلع قيمه اكس، بتقول له زائد 1 زائد 1 على 2 على 2 بيطلع معك كوساين الاكس يساوي نص. هون الكوساين موجب اول ومين يا حبيبي؟ ورابع. طيب مين الزاويه الكوساين لها نص؟ بالربع الاول باي على 6، عفوا باي على 3.
طيب الربع الرابع حول لي البايع ثلاث ربع رابع، اضرب اثنين، اثنين في ثلاث ستة، ناقص واحد خمسة بايع ثلاث، خمسة بايع ثلاث، لأنه من صفر لاثنين باي دورة كاملة، قال لي من صفر لاثنين باي دورة كاملة. نيجي الآن لهون، قال لك ساين إكس زائد كوساين إكس يساوي صفر. فيش عندي مطابقات ولا إشي، بنقول الكوساين لغات، صار عندي ساين إكس يساوي سالب كوساين إكس. أنا صح قلت لك ممكن تقسم متغير، بس سؤال الكوساين مستحيل يكون صفر، يعني الكوساين مستحيل يكون صفر، لأنه الساين زائد كوساين إذا كانوا صفر مستحيل واحد منهم يكون إيش صفر، لازم يكونوا عكس بعض. فهون بقدر أقسم على كوساين، لأنه الكوساين الإكس كوساين الإكس مستحيل يكون صفر، وهون أيضا إيش على كوساين إكس صار عندك تان الإكس يساوي لي سالب واحد. التان سالب واحد، التان سالب في أي ربع التان سالب؟ في الربع الثاني ومين والرابع. طيب مين الزاوية اللي التان لها واحد اللي هي الباي على أربعة، بس مش باي على أربعة، أنا بديها ويش بالثاني وبالثالث وبالرابع، بالثاني ناقص من هاي واحد ثلاثة باي على أربعة، بالرابع أضرب اثنين وناقص واحد، اثنين في أربعة ثمانية، ناقص واحد سبعة باي على أربعة، هذول بتحفظهم طبعا الزوايا المرجعية. إذا x تساوي يعني 3 باي 4 أو 7 باي على 4. هون أيضا نقول الكوساين واقسم بيطلع معك تان ال x يساوي جذر الثلاث. طيب تان موجب أول ومين؟ ثالث. طيب مين الزاوية اللي التان ليها جذر الثلاث؟ اللي هي الباي على 3. طيب الثالث ضيف 1 4 باي على 3. بدك تكون بالسرعة هاي طبعا. نيجي لهون ساين 2 ثيتا زائد ايوه على السؤال والله بده تحريكة مخ. ده الأول شيء فترة عندك يا حبيبي من سالب ثيتا لثيتا. نقول الكوساين تقسم زوايا مختلفة هاي ساين 2 ثيتا. في عندي متطابقة لساين 2 ثيتا لازم تكون حافظها زي اسمك. دول هاي عبارة عن اثنين ساين ثيتا في كوساين ثيتا زائد أربعة في كوساين ثيتا شو يساوي لي؟ صفر. خذ اثنين كوساين ثيتا عامل مشترك. شو بضل حبيبي عندنا؟ ساين ثيتا زائد اثنين كوساوس. من هاي ان كوساين ثيتا شو يساوي لي؟ صفر. من هاي ان ساين ثيتا يساوي سالب اثنين مستحيل. ليش مستحيل؟ مستحيل لانه اعلى قيمة للساين واحد وأقل قيمة له سالب واحد. مستحيل لأن الساين والكوساين تنحصر قيمهم ما بين الواحد ومين والسالب واحد، هذا الحكي مستحيل. بضلها كوساين ثيتا يساوي صفر. تابع لك، أنا عندي هون الفتحة من سالب باي لباي، إذا بدك ترسمها هاي من صفر لباي وهي من صفر لسالب باي، وين الكوساين سالب؟ هون هون. طيب طلع انا كيف بدي اقول لك كيف تسالب؟ لما يكون عندك الفتره موجب وسالب بتطلع الموجب، بتطلع الموجب اساس دوره كامله. يعني ثيتا شو يساوي لي؟ مين الزاويه اللي كوساينها صفر؟ اللي هي الباي اثنين وايضا الثلاثي باي اثنين. طيب هي الموجبه، طيب كيف اطلع السالبه؟ كل واحده منهم بتنقص اثنين باي. تمسك باي اثنين ناقص اثنين باي عشان اطلع السالبة بصير سالب 3 باي على 2. 3 باي على 2 ناقص 2 باي، يعني ناقص 2 باي بدك تعملها هيك 3 باي على 2 ناقص 2 باي، بتوحد لي مقامات ضرب 2 ضرب 2 صار 3 باي ناقص 4 باي سالب باي على 2. معناته باي على 2 موجبة، السالبة ناقص منها 2 باي صارت سالب 3 باي على 2، 3 باي على 2 موجبة ناقص منها 2 باي صارت سالب باي على 2.
طيب الباي على اثنين تنتمي للفترة من سالب باي لباي، الثلاثة باي على اثنين لا تنتمي، والسالب ثلاثة باي على اثنين لا تنتمي، والسالب باي على اثنين تنتمي، معناته ثيتا تساوي إما باي على اثنين أو سالب باي على اثنين. هاي قيم ثيتا، هاي قيم إيش ثيتا عشان يطلع معي الجواب صفر. طيب لو حطينا باي على اثنين كوساين الباي على اثنين صفر، في أربعة صفر، اثنين ضرب باي على اثنين سالب باي، وساينها صفر صفر زائد صفر صفر، إذا باي على اثنين سالب باي على اثنين. طب إذا أعطاني فترة سالبة بروح أطلع الموجبة، الموجبة من صفر لاثنين باي بطلعها، بعدين بصير انقص من كل واحد 2 باي عشان اطلع سالب، بعدين بقول له مين ينتمي ومين لا ينتمي، لانه هاي من سالب 180 لل 180 هاي 270 اكبر، هاي سالب 270 اقل فلا تنتمي. الان شباب لا وصلنا لصفحه 13 من دوسيه التاسيس، الدوسيه اللي اعطيتكم اياها هي لصفحه 27 الموجوده هي الان، احنا فقط راح نشرح لصفحه 13 بالتأسيس لأنه هذا اللي بهم ناس، اللي بعده هو صح مهم لكن هذا راح ينشرح ضمن منهاج التوجيهي، فأنا كتبت لك لصفحة 27 بحيث أنك أنت تستفيد بالعطلة وتدرس لحالك بحيث تدخل على التوجيه إن شاء الله تكون 100% تمام. لا تنسى أنه وحدات التوجيهي عندنا أول وحدة هي الاشتقاق، وحدة سهلة جدا، بعديها اللي هي طبعا التفاضل الوحدة الأولى، الوحدة الثانية اللي هي تطبيقات التفاضل، وأيضا هي مادة ممتعة لأنها نستخدم فيها العقل، وبعدها الأعداد المركبة طبعا هي مادة سهلة جدا الأعداد المركبة، يعني الفصل الأول كامل لازم أنك أنت تحافظ وتحصل على 200 من 200، ما في أي سؤال صعب. ونصيحة لكم التزموا بدوسيات الموجودة راح إن شاء الله ننزلها لأنها تشمل أسئلة الكتاب كامل مع كتاب التمارين راح يكون على طبيعة أوراق عمل بالإضافة لبعض الأسئلة الإضافية، لكن احنا ما ضفنا كثير بحيث انه ما نتعب الطالب، انه الكتاب يحتوي على أسئلة بعدد كافي لفهم الطالب. الله يعطيكم العافية، وان شاء الله تعالى راح نشوفكم على أول درس بالتفاضل اللي هو قواعد الاشتقاق الحصة القادمة، وراح تكون من ضمن المنهج. الله يعطيكم العافية، سلام عليكم.